معانا الممثل القدير الأستاذ محمود الحديني. أهلا يا فندم. أهلا اهلا بيك، اهلا وسهلا. أهلا اهلا حضرتك. وسهلا. إزاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله الحمد عايزة لله. أقول لحضرتك وينك؟ حضرتك فين؟ والله وحشنا وحشنا كتير أيام ليالي الحلمية والله والمسلسلات المسلسلات اللي اتربينا عليها في زمن الفن الجميل يا فندم. والله حاجات مش هتتكرر تاني خالص يعني. معانا الأستاذ هاني عمار الشاعر الغنائي والسيناريست. يا اهلا وسهلا، ازيك يا عم هاني؟ اهلا بيك يا حبيبي، اهلا بيك ازي والله. اخبارك؟ الحمد لله حبيب قلبي الاستاذ محمود. طب ايه اللي جابك قناة الصحة والجمال يعني؟ علشان بتجدد يعني فيك. اللي يجي قناة الصحة يبقى عنده كورونا ولا ايه بالظبط يعني؟ لا، قناة الصحة والجمال بتجدد فينا كل الامال. ماشي، هذا كلام جميل، ده شغل سجع. بس ايه اللي جابك يعني القناة دي يعني؟ يعني القناة دي لازم يكون الواحد عنده كورونا، عنده أي حاجة، ما احنا جاي كده من غير حاجة كده يعني. لا يا فندم، كان عندنا كورونا ان احنا بعدين عن لا الكتابة يا فندم، قناة الصحة والجمال بصحة بصحة وجمال، بعيدة عن طبعا. الكورونا أو بعيدة عن أي حاجة. حضرتك احنا ايوه، قناة الصحة نتميز بالصحة وبالجمال لا إن شاء الله. لازم يكون عنده يعني بالنسبة للصحة لازم يكون عنده حاجات عشان يتكلم فيها ولا ايه بقى؟ لا ولا هو الصحة الشعر ليه علاقة، هو قناة الشعر شاملة، ليه علاقة بالصحة احنا طبعا. قناة شاملة، احنا قناة شاملة صحة وفن وجمال وكله يا فندم. طب ده كلام جميل والله. أستاذ محمود أنا عايزة أسألك سؤال ممكن؟ عمري عمري حضرتك 20 سنة تتقلد في مناصب إدارية مختلفة، رئيس المسرح القومي ومدير مسرح الطليعة ورئيس لبيت الفني للمسرح القومي. حضرتك شايف ان محمود الحديني مع حفظ الألقاب الإداري الناجح ظلم محمود الحديني الفنان؟ ده أكيد. أكيد، يعني لو رجع وأنا زمن بعتبر تاني حضرتك تتفرغ للتمثيل بس. وبعدين أنا يعني ما زلت أقول إن المرحلة دي كانت مرحلة خاطئة في حياتي، لأن الفنان المبدع كنا احنا استمتعنا كمان يا فندم. مكانه الإبداع. الإدارة طبعا أنت عارفة الإدارة ومشاكل الإدارة، وبعدين الواحد لما يكون حنبلي زيادة عن اللزوم بيحرم نفسه ان هو يمارس هو يعني التمثيل وهو مدير او رئيس بيت فني، حتى لا يقال ان هو يعني بيسخر الاماكن اللي بيديرها لحسابه، بس احنا عايزينك فطبعا يا فندم، بيجي بيظلم عايزينك نفسه تاني يعني. عايزين تاني فطبعا الفن يهمني والابداع يا جدا فندم. الفنان لما يتقلد منصب اداري لا يجلس على هذا الكرسي أكتر من 3 سنين بالكتير، ويرجع تاني يبدع. ايوه حضرتك ربنا يخليك، مستنيين من حضرتك ابداع اكتر. وحضرتك الله انا عايزه يخليك. حضرتك توجه رساله للاستاذ هاني عمار ضيفنا النهارده. يعني أنا يعني الأخ هاني الحقيقة من الناس المجتهدين. أنا يهمني جدا إن هو لما يخش في هذا المجال لازم يخش بالموهبة بالتالنت اللي عنده، يعني ما يتنازلش عن أي حاجة، ما يعملش أي كلام، لأن لو عمل ده في البداية خلاص لازم يكون حريص تمام الحرص على أنه يوظف الشعر بتاعه وإبداعه في الشعر في أعمال ومجالات جادة مفيدة للإنسان، ما يعملش أي كلام. هو ده اللي يهمني جدا في البدايات، شكرا لأنه حبيبي. حتى لو مش في البدايات كمان إنه هو الإنسان صاحب مبدأ، والشعر ده ما بيجيش كده اعتباطا يعني. بالضبط. الشعر ده بيجي من إلهام، من معايشة لمشاكل حياتية وسياسية واقتصادية وثقافية، كل ده بيتجمع في من خلال قصيدة شعر مثلا ولا حاجة. فأتمنى إن هو يوظف هذا الإلهام والإبداع في قيم يعني تفيد الإنسان، مش أي كلام. شكرا شكرا يا لكم. فندم، أنا بشكرك شكرا. بشكرك على مداخلتك المهمة والعظيمة يا فندم، بشكرك يا شكرا. فندم. أشكرك. تحت أمرك، تحت أمرك يا فندم. شكرا.